موجة ويكند، مرحبا بكم على موجة إذاعة تطاوين، ومرحبا بمستمعينا الكل في كل مكان. وجهتنا وين؟ وجهتنا تكون مباشرة إلى سوريا مع نجمة فعلا أبدعت في الفترة الأخيرة هذه، وعطت حضورها المميز وأيضا إشعاعها الكبير. هذه النجمة كل ما طلت إلا وتلفت الانتباه، الأعمال اللي قدمتهم عملوا أيضا نجاح كبير، حتى أن السنة والعام هذي إن شاء الله باش نشوفوها طلة أيضا حلوة وطلة مميزة جدا، الممثلة السورية ديما قندلفت اللي معانا مباشرة على موجة إذاعة تطاوين. ديما صباح النور. صباح الخير مجيد إلك، ميرسي على المقدمة الحلوة، وصبح على كل اللي عم يسمعونا على هوا إذاعة تطاوين من سوريا، لكم كل الحب والتحية. شكرا ديما، شنو أحوالكم؟ هل إنك ملتزمة بالحجر الصحي وحظر التجول وإلا كسر القواعد كلها؟ هلا على المستوى العام لا أكيد ملتزمة طبعا، ومتقيدة بكل بالقوانين أكيد طبعا. نحن يفترض نكون كمان قدوة لكل الناس، أحسنتي، كونه نحن فنانين ومضوى علينا أكثر شيء كمان، فلا أكيد متقيدة بنظام الحجر. لكن أنا على الصعيد الشخصي يعني لنقول بالبيت وبالأوقات اللي فينا يفترض فينا نتحرك فيها عم كون أكيد منتبهة، قليلة التحرك لكن بالحدود المعقولة، بدون رعب، بدون هلع، بدون خوف يعني زايد، هي مجرد احتياطات العلاقة أكثر شيء طبعا بالنظافة على كل الأشياء اللي الواحد بيلمسها، وقدر الإمكان يكون بعيد عن الأشخاص ويحصر محيطه، يعني يحصر محيطه يكون خمسة ستة أو يعني بما يخص العائلة اللي عم نتحرك ومع بعض أكيد، وعدم الاختلاط يعني يصير بالمحيط العام. نعم هذا جميل. طبعا احنا عندنا فترة ايامات او اكثر ممكن من شهر لنسلموا لا تقبيل ولا تسليم ولا مصافحة اصلا، يعني هذا يتعودنا عليها الفترة هذه نظرا للسلامة، سلامة الشخص وسلامة الناس اللي معاه. لهنا ديما خاصة انت نعرف ان عندك معجبين ومعجبات ما شاء الله عدد كبير، لو جيت في موقف هيك وفي سلامات كيفاش تتصرف، كيفاش تطلع منه الموقف هذا في ظرف يعني حساس يعني الفترة هذه؟ يعني بسلم وبعقم يدي عادي. لا أنا هو من المؤسف طبعا أنه صار هذا التقليد بالآونة الأخيرة، يعني بما يخص الكورونا بأثرنا، مؤسف أنه راح هذا التقليد، بس طبعا هو شيء مؤقت. نحن دائما بنقول السلام لله والمصافحة شيء جميل جدا، بتنقل معه كل المحبة و من القلب للقلب، يعني الشخص اللي بيصافح. وأكيد طبعا إذا تعرضت لموقف أنه معجب حب يصافح فلا أكيد بصافح، وبعدها يعني في هذا السبيرتو موجود، يعني لا الكل موجود دائما بالجزدان حصا طبعا على سلامة الكل، يعني بلكي أنا بعقم إيدي قبل ما أسلم عليه مشانه وبعد ما أسلم عليه مشاني. شوف كيفاش قل وندر، يعني هذا من النوادر. أنا نشوف أن ديما لنا ضيفاتنا الكل حتى اللي كانوا معانا رفضوا رفضا تاما، يعني جذريا أن يقبلوا يسلموا في الفترات هذه. أما ديما ما شاء الله، أنا كمان بشكل عام صراحة مستحيل أنا ما رد السلام، يعني أنا ما بحب أبدا أنه ما ينرد السلام أو حدا يمد إيده ليصافح شخص آخر وما تمد الإيد، بلكي أنا يمكن إذا كان مزعلني هالشخص أكيد بمد إيدي، يعني لأنه السلام لله والله الحامي بالآخر ونعمة بالله. ديما يعني الفترة هذه الأخرى الكل كنتوا مركزين على الرد، يعني هذا العمل اللي يلاقي في رواج إن شاء الله كبير وأيضا نجاح كبير على مستوى الوطن العربي. أنا حبيت ممكن هيك سكوبات من عندك ديما حتى نسوقوها إلى مستمعي إذاعة تطاوين اليوم. طبعا للأسف نحن يعني وقفنا التصوير أكثر من 3 أسابيع بظل الظروف الحالية حرصا على سلامة الجميع، وبقانون كمان طلع في لبنان يقتضي منع التصوير كمان، منع التجمعات، لأنه هنا الحقيقة كرو كبير وبالتصوير غالبا والاحتكاك بيكون كتير كبير بين بعض والمسافات بتكون قريبة كتير. الحقيقة سكوبات يعني ما بعرف شو بدي أقول لك، نحن كنا مخبيين كتير مفاجآت حلوة بس، وأنا ولا مرة حكيت عن شخصيتي اللي هي حتكون بنت خاله لجبل، وجاية يعني لتحقق أهداف كثيرة، ومنشوف في مسيرة العمل بقى كيف تاخذها الأحداث الدرامية
لأماكن مختلفة. شخصية متلونة كثير، فيني أقول عنها مانا ذات وجه واحد، مركبة صعبة، يعني فيها تحدي حتى للممثل بشكل عام، أو فيها جذب، يعني تجذب الممثل هيك شخصية إنه يلعبها، أو على القليلة جذبتني إلي كمان. يتفاجأ الجمهور بهذا الدور وإلا لا؟ يعني أنا إن شاء الله كمان مثل ما أول شيء مثل ما الناس عودوا على الهيبة اللي هو عمل ناجح ومتابع وإله جمهوره الكبير، فهو كمان هذا الجزء إن شاء الله رح يحمل نجاح مثل اللي قبله. وأنا كمان تعود علي الجمهور إنه أنا بلعب أدوار دائما بعيدة عن بعضها، مختلفة، برسائل مختلفة، وبتحمل يعني غالبا بيكون في مسجات مثل خلينا نقول أو رسائل من خلال الأدوار اللي بلعبها، وحتى بهذا الدور بالهيبة يكون في رسالة حلوة كمان. نعم، بما أنك تحكي على الرسائل وعلى المساجات، لو طلبت منك مساج حاليا إلى المشاهد أو إلى المستمع موجه، شو ممكن تكون هالرسالة تحديدا أو المساج؟ بالظروف الحالية طبعا. نعم، يمكن بحب أقول لكل اللي عم يسمعونا أنه نحن عم نمرق بظرف جدا استثنائي، يعني كل الكرة الأرضية عم تمرق فيه. يمكن بحب أعطي المسج والنصيحة إذا كانت مقبولة مني، مثل ما أنا بعمل ومثل ما أنا عم بعمل، ما عم حاول قاوم هذا اللي نحن فيه بإني جرب أعمل أشياء اللي ما عم بقدر أعملها بهذا الظروف. عم ركز على الأشياء اللي الحقيقة اللي نحن ما كنا بنفطن فيها، ما كان عنا وفر الوقت اللي بيسمح لنا بلحظة من اللحظات يمكن نرتب الدروج، يمكن نمسك الكتاب ويصير في عنا وقت للقراءة أكثر، يمكن تراكمات العلاقة بمشاهدات معينة، مثلا أنا يمكن راجع على أرشيف السينما عم شوف شو اللي فايتني منه، شو اللي بحب أرجع أحضره مرة ثانية. يعني الوقت الحقيقة هو الوقت صعب، بس يمكن إذا بناخد الجانب يعني نص الكاسة المليان مثل ما بيقولوا، نلاقي كثير أشياء تنعمل بهذا الوقت الذي لن يتكرر، يعني لن يكون هناك هاي الوفرة من الوقت لمن آخر الحقيقة. نعم، والله يعطيك الصحة، أنا سعيد اليوم أنك تكوني معنا في موجة ويكاند، ونعرف أن عندك معجبين ومتابعين بنسبة كبيرة كبيرة. ديما، هذا ديما نأكد عليه، ديما اختارينا أغنية على ذوقك. أغنية على ذوقي؟ والله ما بعرف أنا إذا، لا بس أنا بعرف أنه أكيد كل شيء موجود، بس يمكن أنا بختار أغنية من التراث، تكون أغنية تراثية تونسية وبحب اسمعها. يعيشك يا ديما، والله يعطيك الصحة، ذواقة. ديما، خلي لك الكلمة لك أنت، شنو تقول الإذاعة التطاوين اليوم؟ بقلكن يعطيكم الصحة، وإن شاء الله دائما بتألق ونجاح، ودائما منورين على المستمعين اللي عم يسمعوكم بكل الأوقات حتى بأصعب الأوقات. أقول لكل المستمعين من تحية كثير كبيرة مني ومن كل السوريين من سوريا لتونس، نحن بيناتنا تراث مشترك عريق وتاريخ، نحبكم كثير، وتضلوا دائما بخير، وتعدي هالأزمة إن شاء الله على خير، ونرجع منزور بعض بكل الأنشطة الثقافية اللي تجمعنا والدراما والمهرجانات، ويرجع كل شيء أحلى من الأول. يا رب، هذا اللي نتمنه، إن شاء الله ترجع الأمور أحسن من ذي قبل، وإن شاء الله نشوفه زادة ديما لهنا عنا في تونس. يعطيك الصحة ديما، قبلت الدعوة اليوم معنا من خلالك تحية سوريا. عايشك، مرسي بوكو، شكرا لك، إن شاء الله ديما منورة وديما ناجحة ديما. شكرا لك، شكرا. باي باي. عايشك، باي باي.